نروح ايضا لمداخله عبر زوم مع مهاجم لعب في الدوري المصري تالق في الجونه، حاول في النادي الاهلي، لم يوفق كثيرا في النادي الاهلي لكن كان له بصمه في الدوري المصري، هو والتر بواليا مهاجم النادي الاهلي السابق والنهضه العماني الحالي. كابتن والتر مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. شكرا جزيلا يا كريم، شكرا جزيلا على استضافتي، أنا أقدر استضافتي على التلفزيون المصري اليوم. وبهنيك على الهدف اللي سجلته النهاردة مع فريق النهضة العماني. شكرا، شكرا جزيلا، هذا لطف منك، شكرا. وأنا أقدر تواجدي في الدوري العماني كذلك. عظيم جدا، أنت حاسس إن أنت ماشي بشكل كويس مع فريق النهضة، بتأدي بشكل كويس، خاصة إن أنت كنت على وشك مع بداية الموسم الماضي إنك تنتقل للوداد المغربي، تنتقل في دولة أخرى في قارة أخرى مع النهضة العماني، قادر تتأقلم وقادر تتألق زي ما كنت متألق هنا في الدوري المصري؟ نعم، الأمر فقط مضى عليه عام، أنا كنت على وشك الانضمام بالفعل للوداد، كل شيء كان جيد، ولكن منذ يناير وأنا أؤدي عملا جيدا، نهضنا وصلت مع النهضة لقبل نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وقد أدينا بشكل جيد، ولكن خرجنا، ولكن لأكون صادقا أنا راض تماما عن عملي حتى هذه اللحظة في النهضة، أنا ممتن كثيرا لما حققت مع النهضة حتى الآن. لماذا تعثرت صفقة انضمامك لنادي الوداد المغربي، وهل حصلت على مستحقاتك المالية فعلا؟ حسنا، أنا يمكن أن أشرح كل شيء. عقدي انتهى في السعودية والحديث كان مع النادي الأهلي في هذه الفترة لأرى ماذا سيحدث، وبالنسبة لعدد اللاعبين الأجانب وما كنا نعرفه في هذا الوقت، فبالتالي أنا قارنت واخترت الذهاب للوداد. الأهلي سألني وأنا قررت أن حينما يتركني الأهلي أن أذهب للوداد، لأنه كان سيشارك في السوبر في دوري السوبر الأفريقي في السوبر ليج، فبالتالي أنا قررت، أنا انتقلت بالفعل من مصر للمغرب وأنهيت كل شيء، اتصالاتي وكل أوراقي الخاصة بي والعقود، ولكن الوداد قد باع بالفعل مهاجم للسعودية، ولكن النادي قد لم ينهي الصفقة، فبالتالي لم يكن هناك حل لاستبداله، فبالتالي قد عاد المهاجم للوداد ولم تتم الصفقة فيها، وكان عليهم استبعاد لاعب أجنبي، وقد سألوني وأنا تحدثت مع رئيس النادي عن عقدي وقال لي أن هذا ليس، وقلت له أن هذا ليس ممكن، فقال لنا فشرح لي الموقف بالنسبة للوداد وشرح لي ما حدث للمهاجم في السعودية وشرح لي طبيعة وجودي في النادي وقد بالفعل انتقلت سافرت إلى الكونغو في هذا الوقت وقلت له أنني يجب علي أن أغادر الدولة، ولكن كان يوجد مشاكل بعض المشاكل بالفيزا الخاصة بي للوداد، وقال لي قد أجل كثيرا وقال لي كل يوم يقول لي غدا غدا غدا، فبالتالي ذهبت إلى الفيفا ورفعت أمري للمحكمة والأمور انتهت حتى الآن وقد أخذت حكم وكان القرار الأخير هو للكاس وليس لي.